بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم روشيتا، ونسأل الله أن تنال رضاكم واستحسانكم. وقبل ما نقول مشكلتنا اليوم، نعاود نذكر مشاهدينا الكرام أن المشاكل اللي نعرضوا فيها في برنامج روشيتا هي مشاكل حقيقية من أشخاص معانا في حياتنا الواقعية بكل ظروفها وأحداثها، تم الاستئذان منهم وطرحنا مشاكلهم زي ما هي مع عدم ذكر الاسم كامل وإخفاء بعض التفاصيل حفاظا منا على السرية. يلا بينا مع بعضنا نشوفوا مشكلة اليوم. مشكلة اليوم من الأخت الفاضلة را كاف، تقول بعد التحية والسلام: أنا بنت في أواخر الثلاثين، مهندسة وعلى قدر من الجمال، ربي ما سخلي في الزواج إلى الآن. مشكلتي مش هادي، مشكلتي إن أي مكان نمشي له لازم السؤال المعتاد. طبعا أنت عارفة كيف مازال الزواج وشن ما فيش جديد، والنوعية هذه من الأسئلة. نفسيتي تعبت، وخاصة في اللي يتعمدوا يحرجوك ويحسسوك إنك فاشلة وشهادتك وعملك ولا شيء بما إنك مش متزوجة. الفترة الأخيرة ما عاد نحب الاختلاط والمناسبات من البيت للعمل، وما نطلعش إلا للضرورة، بس الحق واجعني خاطري ونبي نفرح زي البنات ونحس روحي طبيعية، لكن ما عاد عندي طاقة نسمع الكلام السلبي ونقعد غير مبرر وخلاص، حاسة روحي بنخش في كآبة. شن تنصحيني واعتبريني بنتك، كيف تقولي نتصرف؟ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، التدخل في خصوصيات الآخرين ينقص ديننا سبحان الله، لأنه مش بس سوء خلق، هو أيضا إيداء للآخرين، وفي أسباب مختلفة لهذا الأمر. الاهتمام الزايد بقلق وظن الشخص أنه يعرف مصلحة الشخص أكثر منه، زي في حالة الأم أحيانا تتدخل في حياة أحد أبنائها بشدة وبطريقة ممكن حتى تضايقة، وتقعد تسأل عن أمر معين بإلحاح، بس هي ما تتعمد تجرح أو تأدي، هي تظن إنها هي تحمي وتذكر، وخاصة في حالة البنت اللي يتأخر نصيبها. أحيانا بعض الأمهات يخلوا البنت تحس بالهزيمة النفسية وبأنها فاشلة وتفقد الكثير من المقومات، بس هم أبدا ما يقصدوا يجرحوا بناتهم أو يؤدوهم، هم كل قصدهم التعبير عن قلقهم وانتظار إنهم يتهنوا على بنياتهم. سبب آخر الفراغ، بعض الناس فاضيين جدا وعندهم وقت مش عارفين كيف يستثمروه، فيعيشوا في حياة الآخرين، واخوتنا المصريين يقولوا الفاضي يعمل قاضي. الحسد والضغينة أيضا سبب، وهذا أكثر سبب متعب، لأن الأشخاص هادو يتعمدوا إداء الآخر وجرحة ظن منهم إن أقل منهم، بس الحقيقة هم أقل بكثير، الدليل إن هو واخد وقتهم واهتمامهم. إذا في حد في حياتك يحرج فيك بالتدخل في شؤونك والأسئلة اللي ما تحبش تجاوب عليها، لازم تعرف هو أي نوع من أنواع الثلاثة اللي احنا ذكرناها عشان تعرف العلاج المناسب اللي بتستعمله معه. ومع بعضنا في روشيتا اليوم هنحط وصفة ممتازة بإذن الله لكل نوع من الأنواع اللي ذكرناها. النوع الأول اللي حبنا ويخاف علينا بس تدخله يأدينا، هذه الوصفة الممتازة معه هي وصفة من ثلاث جرعات: الاحتواء، التذكير، والتوضيح. ببساطة مرات نعبر عن رفضنا ونقوله بغضب: ما عاد تسألونا، بس ما فيش فايدة لأن عبرنا ووضحنا بس ما احتوينا ولا ذكرنا. نجلس مع الشخص اللي نعرفه أنه هو يحبنا ومهتم بينا زي الأم مثلا، ونقوله بوضوح: الأمر هذا يضايقني، ممكن ما عاد تسأليني تاني، بس باحتواء وبدون عصبية، وإذا الأمر هذا تكرر نذكره ببساطة وبكلمتين بس، مش قلنا معاش نسأله وياريت بابتسامة. بعد فترة حيتوقف الشخص هذا عن السؤال أو حيتوقف شعورنا بالأذى، ويصبح الأمر أحيانا مضحك. النوع الثاني الفاضي اللي مدايرنا شغلته، الوصفة المناسبة لهذا النوع هي وصفة رمي الصنارة، وهي إن ما نعطوش فرصة يسأل عن أي شيء ونرمول الطعم مسبقا بإن نفتحه أمامه موضوع أو حدث مثير ومشوق بحيث هو يلتهي فيه ونرتاحه. النوع هذا عادة يسأل من باب الملل، فإذا وجد أمر يشد اهتمامه فهو حينتهي فضوله في التدخل في حياتنا، وممكن الاستفادة من فضول الشخص هذا بحيث نحولوه لمستمع جيد لأمور نحتاج أن نتكلموا فيها. جربوا الطريقة هذه، جميلة وناجحة جدا. مثلا لو سيارتك القزاز متاعها يغبش بسرعة،
استشيره، حيدبر لك حل، وحيقعد فتره كل ما يشوفك هو اللي يفتح الموضوع هذا، ويقعد هو الموضوع الوحيد اللي يسالك فيه. النوع الاخير ابعده الله عنا وعنكم، وهو النوع السيء واللي يحمل في قلبه سوء ويتعمد احراجنا وارباكنا باسئله تخص حياتنا. الوصفه الفعاله معاه هي السؤال العكسي، بمعنى لما يسأل فورا نسأله سؤال يخصه ويكون محرج، ونبين كأني ما سمعت السؤال نهائي، ونتكلم بهدوء وضبط أعصاب. مثلا في حال صاحبة المشكلة تسألك وحدة ما زال ما فيش نصيب، تحاولي تفكري بسرعة في أي أمر يخصها وما تبينيش أي توتر، وتسأليها مباشرة. ولما فيش شيء في بالك أسألي سؤال فوري، مثلا الفستان هذا كأني شفتك منه قبل صح؟ والتأكيد في آخر السؤال زي كلمة صح مهم، لأن استعمال كلمات زي صح نعم مزبوط في آخر السؤال يبين عدم اهتمامنا وقوة ثقتنا بنفسنا. الطريقة هذه فيها شوي جرأة، بس هي الحل الوحيد مع الناس الوقحة، وبالكتير مرتين ثلاثة أو حيقعد الشخص هذا هو اللي حيتجنب يسألنا ويفوت من طريقنا كأي شخص آخر غير معروف. إن شاء الله استفدتم من روشيتة اليوم، وما تنسوا تتابعونا على صفحة البرنامج وتسجلوا ملاحظاتكم واستفساراتكم. دمتم في بيوت خالية من المشاكل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.